عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك. وسط مجموعة من الجماهير بأحد البرامج التلفزيونية، تنتقل الكاميرا بين المشاهدين سريعا، ثم تركز على المذيعة وهي تسأل عالما مرموقا شهيرا: هل تقول أنه يمكنك بالفعل التواصل مع الأرواح عبر جهاز اخترعته؟ هنا تسلطت الكاميرا على وجه ذلك العالم، وعينيه تشعان بريقا يدل على ذكاء واضح، وهو يجيب: نعم. وانفجرت همهمة بين المشاهدين وشهقات النساء، وساد جو من التوتر، حتى أن المذيعة بلعت ريقها بصعوبة وهي تقول له: اشرح لنا اختراعك الرهيب. هنا بدأ يشرح بالفعل: إنه أديسون، العالم المشهور الذي أثر على مشاهديه. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات. كنت أعمل لبعض الوقت في بناء جهاز لمعرفة إمكانية اتصالنا بأشخاص غادروا هذه الدنيا، هكذا قالها العبقري أديسون في حوار له مع مجلة علمية مرموقة. إنه حتى لم يقم بشرح تفاصيل مشروعه المجنون، لكن ثقته القوية دفعت الناس للفضول بحقيقة نجاحه في ابتكاره الرهيب. إنه يؤكد اختراعه صندوقا للأشباح، ولكن كيف؟ هل يمكن أن يخترع صندوقا يعج بأرواح الموتى؟ السؤال الحقيقي: إذا كان قد اخترعه بناء على تأكيد كثير من العلماء، أين اختفى؟ في محاورة صحفية أخرى مع إحدى المجلات ذات الصيت، قال أديسون: أنا ما زلت أفكر في آلة أو جهاز يشغله أشخاص انتقلوا إلى عالم آخر. إذا فكرت مليا فيما قاله، ستجد أن أول ما قاله يعني أنه بدأ بالفعل في هذا المشروع. وفي التصريح الصحفي الثاني، يبدو عليه أنه ما زال في طور التفكير. السؤال هنا: هل تحقق تصنيع الجهاز واقعيا، أم أنه كان مجرد فكرة لم تخرج أبدا حيز الخيال؟ سوف تسأل نفسك عزيزي المشاهد: ما الذي يدفع بعالم مرموق مثله أن يفكر بهكذا اختراع؟ الواقع إنه كان متأثرا بخداع الدجالين لمن يهون الوهم والاتصال بالأرواح، لذلك فمن الممكن أنه كان واثقا من قدرته على كشف خداعهم، ولكن بطريقته الخاصة، بمعنى صنع آلة تستطيع أن تستجلب أرواح الموتى ليستطيعون التواصل معهم. إنه عصر الآلة يا سادة، وفي هذا العصر يؤمنون أن كل شيء في الإمكان. تصريح صحفي شهير آخر لأديسون يقول: أنا لا أعلم ما هي طبيعة الروح وكيف نتوصل إليها، ولا يستطيع أي بشري أن يعرف هذا، لكنني قادرا أن أصنع جهازا ذو حساسية عالية، فبافتراض أن الأرواح تعيش في مجالات مختلفة عنا، أنا أعطيها الفرصة للتعبير عن نفسها لنا. وأضاف: أنا لا أستسيغ ذهاب الناس إلى العرافين واستخدام ألواح الويجا. كان أديسون من المؤمنين بمبدأ الحاجة أم الاختراع. عندما تراجع أقوال أديسون بشأن هذا الموضوع، ستجد أنه كان شخصا شديد التحفظ، بمعنى أنه لا يعطيك إجابة واحدة شافية على الرغم من ثقته الشديدة التي قد تدفعك إلى الحيرة. فهو متأكد من قدرة الجهاز على اصطياد الأشباح، حتى أنه عندما مات أحد معاونيه قال إن روحه ستكون أول تجربة يثبت بها حقيقة جهازه العجيب. هل هو واثق من كلامه، أم أنه يتصنع الثقة وليس لديه أرض صلبة ليقف عليها؟ قال أديسون: إن جهازه يستطيع أن يضخم أقل مجهود تستطيع الروح بذله لتبعث برسالة ما، ويحوله إلى رسائل مسموعة عبر منفذ خاص، وبذلك يتحقق هدفه في التواصل مع الأرواح. لا يوجد دليل واحد حتى الآن على حقيقة اختراعه، فهناك من يؤمن بأن الجهاز أتلف، والبعض الآخر يقولون إن جهازه مع مخطوطة تصنيعية سرقت ليتم تجنيدها لحساب منظمات أو حتى دول. آخرون متأكدون أن جهازه مجرد وهم، وأنه لم يكن يقول أي تفاصيل ليتجنب الإحراج أمام جمهوره. ولكن السؤال الآن: لماذا سيكذب وهو بالفعل من أشهر مخترعين عصره وتاريخه حافل بالإنجازات؟ عالم آخر هو فرانك سيمبتون،
عمل بمشروع أديسون الرهيب، قرر أن يمشي على خطاه وأن يبدأ من حيث انتهى أديسون، لكنه لم يعترف بذلك بل أنكره، وقال إن فكرته جديدة وفريدة من نوعها، وهي ترتكز على صنع قوالب جاهزة من الأصوات تستطيع الأرواح استخدامها للتعبير عن أفكارها. هناك باحثين محترمين عالميا بالنسبة لآرائهم أجمعوا على مصداقية وإمكانية تنفيذ هذه الفكرة، وهناك أصوات بالفعل استطاع العالم فرانك أن يأتي بها من العالم الآخر. عرضها واعترف بها كثيرون، لكن إذا طلعتها عزيزي المشاهد لن تجد لها معنى، إنها فقط مجرد أصوات لا تقدم أي شيء. في أكثر مقابلات أديسون غرابة قال إنه لا يعترف بأن الموت هو النهاية، بل قال أجسادنا تحتوي على كيانات لا نهائية، وإننا عند الموت ننتقل من الصورة الجسدية إلى طاقة روحية، وأنه إذا كانت هذه الطاقة تعي وتستوعب وتحتفظ بشخصياتنا فجهازي قادر على التواصل معها. والسؤال هنا، هل تؤيد أديسون في كلامه من حيث أننا قادرين على التواصل مع الأرواح في العالم الآخر فعلا، أم أن هذه مجرد خزعبلات لا تمت للواقع بأي صلة؟ اللهم يا عالم الخفيات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الوهاب الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمتك، رب كل شيء ومليك كل شيء، أسألك يا الله أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإيمانا خالصا. أسألك يا رب أن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين. ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك، لا مهدي إلا من هديت، ولا ضال إلا من ضللت، ولا غني إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت. أسألك يا رب أن تسترنا وأن ترزقنا الصحبة الصالحة وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في المال والأهل والولد. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا يا رب إلا قضيته. يا رب لا يمنعنا أحد إذا أردتنا، ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا، لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نسكنه، واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا رب. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارضنا بقضائك، وأعنا على الدنيا بالعفة والقناعة، وعلى الدين بالطاعة، وطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء وبصرنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا قوم عوجاجنا، وأعنا في استقامتنا، وكلنا ولا تكن علينا، أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اجعلنا ممن يأخذون كتابهم يا رب باليمين، واجعلنا يا رب يوم الفزع الأكبر من الآمنين. متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من ليس له رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين. اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.